السلام عليكم شباب، شو اخباركم؟ عساكم بخير، ان شاء الله تكونوا بألف صحه او سلامه. كتبتوا لي في التعليقات نبى نعرف كيف نطلب الايفون بسعره الرسمي بدون لا ندفع المبالغ الخياليه اللي التجار في منطقتنا يرفعوها اول ما ينزل الايفون 12. فاليوم راح نشوف كل هذه التفاصيل وياكم باذن الله. لكن قبل لا نبدا، اذا كنتم عشاق تقنيه وعشاق شركه ابل، فكروا في الاشتراك في القناه، لان دائما نسوي مثل هذه الفيديوهات. خلينا نشوف التفاصيل. تحت الفيديو راح تحصلوا رابط www.apple.com، ضغطوا عليه. هذه اول خطوة لشراء الايفون. ننزل تحت اخر شيء على اليمين راح تلاحظوا مكتوب United States بالانجليزي، نضغط عليه راح يطلع لنا الدول اللي تدعم ابل ستور. فانا كشخص مثلا من الامارات راح اختار الامارات. خلينا نشوف عملية الطلب في الإمارات، بسيطة جدا، كل دولة تختلف. فالحين خلينا نشوف إذا كنت في الإمارات أو الدول اللي تدعم الطلب المسبق. خلينا نشوف، لاحظوا لما ننزل على تحت اطلب آيفون 12 برو مسبقا تاريخ 16 أكتوبر، يعني بكرة، أو الآيفون 12 برو ماكس مسبقا 6 نوفمبر، والآيفون 12 الثاني راح يكون كذا مثل ما تشوفوا. خلينا نشوف الأسعار، نروح الأسعار، هذه الأسعار، لاحظوا السعر الرسمي. طبعا لما نتكلم عن سعر الآيفون ومعظم الهواتف في العالم، لازم نضيف سعر الآيفون اللي معروض في مؤتمر آبل زايد 15% قيمة الضرائب. هذا الضرائب لازم تدفعه في أي بلد لما تكون فيه. في الولايات المتحدة أكثر تدفع ضرائب، لكن في دول الخليج لاحظ هذا هو السعر، متوسط سعر الضرائب اللي لازم تدفعه. فسعر مثلا الآيفون 12 $699 زايد 15% من الضرائب راح يطلع 2999 درهم إماراتي. فنختار اللون، نختار المساحة، بعدها هل تبدل تلفونك القديم أو لا، هذا بروحه قصة ثانية بنسوي له. هل تبى الابل كير؟ الابل كير رهيب، سبق تكلمت عنه، انصح فيه للاشخاص اللي يطيحوا تليفوناتهم، لكن هذا السنه الايفون 12 قوي اصلا، فما ادري الواحد وذوقه. بعدها اضغط استمرار، لكن الحين بسبب ان الطلب المسبق بعد ما بدا ما اقدر اسوي هذه العمليه. بكره الساعه 4 العصر بتوقيت الامارات، بتوقيت ايوه سلطنه عمان، بعد راح تقدر تطلبه طلب مسبق. وبعدها تضغط continue، تختار العنوان وتختار تحط بطاقتك، وراح يوصلك شحن الى المنطقه اللي انت فيها في الامارات. طبعا للاسف مش كل هذه الدول اللي الحين اراويكم اياها تدعم هذه الخطوات. فخلينا نشوف مثلا سلطنه عمان، اي عمان يبغى ياخذ الايفون كيف انا اخذه بسعره الرسمي. اروح عمان، لما انزل تحت لا راح تلاحظوا انه ما في طلب مسبق، في تحقق من التوفر لاحقا، لانهم ما عندهم خطه انهم يوفروا الايفون 12 عن طريق موقع apple.com. لكن في طريقه ثانيه تقدروا تسووا، هذه الطريقه حق كل دول العالم، حتى الامارات اللي ما حاب يطلبها موقع ابل، واللي هو انا احيانا ما انصح فيه. ليش؟ لان هذه الخطوه مفيده جدا، واحيانا تكون ارخص من اي مكان في العالم. وانا كذا اطلب الايفون، لاحظوا كيف اطلب الايفون. اروح على اماكن الشراء في الدوله، اختار الدوله، بعدين اروح اماكن الشراء. راح يقول لي هنا، راح يقول لي هذه اكتب منطقتك مدينتك، وراح نراويك المحلات الوكيل الرسمي من ابل او موقع ابل الحقيقي اللي تقدر تروح منه وتستفسر وتسال. لكن مش كذا انا اطلبه، انا اروح هنا، اروح شبكات الاتصال اللي موجوده في عمان، سواء عمان تل او اريدو، واختار السوق اللي ابا. بعدها هذه الشركات الاتصال حاليا ما عارضين، شفت اريدو امس حاطين اعلان، هذيلا راح يبيعوا الايفون 12 في محلهم الرسمي وبعروض مع الباقات. فاذا انت عندك باقه مع اريدو او عمانتل او اس تي سي بنقول في السعوديه، او دو او اتصالات في الامارات،
تستفسر من عندهم، لأن عادة يعطوك مع الآيفون باقة، فباقة أو آيفون يعطوك خصم كبير وتستفيد، يعني بدل ما تدفع سعر الآيفون 5000 درهم وبعدين تدفع باقة 300 درهم مثلا شهريا، لا راح يدمجولك إياهم وبيخلوك تدفع بأقساط بطريقة ميسرة. وصراحة استفدت منها السنة الماضية لما خذيت الآيفون، خذيته تقريبا ب $250 أقل السنة الماضية، لأن عمانتل كانت مسوية عروض، فأتمنى هذه السنة نفس الشيء. فكل دولة عادة أكبر شركات الاتصال تسوي عروض، فأنا أول شيء أشوف من شركات الاتصال، إذا شفتهم يتأخروا أطلبه من الموقع الرسمي من آبل، لأن الموقع الرسمي من آبل عادة هو أسرع طريقة لشراء الآيفون، أسرع طريقة. لكن أرخص طريقة عادة تكون عن طريق شبكات الاتصال، خاصة إذا أنت عندك باقة عندهم، راح يسوي لك عقد 12 شهر أو 24 شهر تدفع بقساط ودمج مع الباقة وتستفيد منها. اللي ما عندهم شركات اتصال قوية من هذيلة، خلينا نرجع، اللي ما عندهم شركات اتصال قوية، نرجع مرة ثانية الدول، نقدر نسوي مثلا، خلينا نختار البحرين، والله أنا ما أعرف كثير عن البحرين فحاول ما أغلط عن الموضوع، أروح على أماكن الشراء، لاحظوا هذه الشركات الاتصال في البحرين، تختاروا هذه الشركات تتواصلوا معاهم، أو اللي عندك أنت مثلا عندك باقة مع فيفا ولا زين تتواصل معاهم تقولهم كيف الايفون 12 متى راح يوصل، إذا شفتوا راح يتأخر تكتبوا المدينة مثلا منامة، سو جو، راح يطلع لكم المناطق المحلات اللي راح تقدر تطلب منها الايفون لما يجي بشكل رسمي في البحرين. لاحظوا ما شاء الله كارفور، عاد انتم شوفوا اكثر محل سمعه ممتازه في هذه المنطقه اللي انتم فيها روحوا له، او تواصلوا معه خذوا الرقم، خاصه هذا مكتوب بريميوم فخم، تواصلوا معه خذوا الرقم قول له متى راح يوصل الايفون 12 باذن الله، شوفوا اقرب محل واقرب وقت وسجلوا عنده موعد وطلبوا الايفون، حتى اتوقع احيانا من موقعهم الرسمي هذه المحلات تقدر تطلب، او عن طريق الواتساب تقدر تطلب طلب مسبق. فهذه هي الطرق الاساسيه، في طرق ثانيه صعبه راح اشرحها في فيديو ثاني لانها شويه معقده، هي عن طريق شراء الايفون من امريكا والشحن عن طريق شركات الشحن العالميه، شويه في تعقيد، في ضرائب، في شحن، في كذا، لكن عادة يكون أرخص. لكن نصيحتي أول طريقة وأفضل طريقة أنك تشوف شركات الاتصال، بعدها إذا ما شفت أن الأمور ماشية شوف الوكلاء مثل هذه اللي الحين أراويكم إياها في البحرين، اختار الدولة اللي أنت فيها وشوف المناطق. الشيء اللي بعده تطلبه من موقع آبل الرسمي إذا كان يدعم دولتك تدعم هذا الشيء، إذا لا عاد شو تسوي، هذا يعني أضعف الإيمان إذا ما تقدر تطلبه من أمريكا وكذا، بسوي فيديو ثاني لأن يبالي شرحه طويل تقريبا 10 دقائق، تقدر تشوف أحسن محل التكنولوجيا موجود في منطقتك تتواصل معه وتشوف سعره، طبعا معظم الوقت راح يكون أعلى من سعره الرسمي، هو يعتمد على آبل في النهاية. ترى ليش يعتمد على آبل؟ لاحظ هذا الشيء، أنا أشتري آيفونات صار لي 10 سنين، إذا كان الآيفون اللي تباه متوفر آبل بتطرش ملايين النسخ لهذه الدول وبدون طلب، يعني زحمة على الطلب، راح تقدر تحصله بنفس سعره الرسمي 100%. لكن إذا أنت تبغى تليفون مثلا مرغوب زيادة وآبل ما قادرة تصنع بديك الكمية، ومثلا ذاك اللون اللي أنت تبغى كلهم طالبينه مثلا الأزرق الباسيفيك بلو هذا الجديد أتوقع كثير الناس يطلبوه، احتمال تحصل ان هذاك اغلى مثلا $50 إلى $100 اذا ما كان المحل رسمي. اما اذا هذول الوكلاء او شركات الاتصال او موقع آبل راح يكون السعر ثابت ما يتغير، لكن التجار راح لما يكون المنتج نادر او ما متوفر بكثرة اكيد راح يرفع السعر وما يخلو لك فرصة تشتري بسعره الرسمي. تابعونا لأن راح أسوي فيديو ثاني كيف نقدر نطلب من أمريكا نشحنها ندفع ضرائب وراح يطلع أرخص، لكن شوية الطريقة معقدة يبالها شرح مفصل.
اتمنى اني افدتكم في هذا الفيديو. لا تنسوا تحطون لايك عشان يوصل الجميع، ولا تنسوا الاشتراك اذا كنتوا جدد. شكرا لكم على المتابعه والدعم والكلام الجميل، ولحد الفيديو القادم اشوفكم على خير باذن الله.